الحقيقة يعني صفقة القرن الأمريكية من الشق السياسي تقريبا نفذت، يعني عندما يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل السفارة إليها، وعندما يعترف بالجولان العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، وعندما يشرعن الاستيطان وتستمر محاولات تدمير وكالة غرفة تشغيل اللاجئين أنوروا لإسقاط ملف اللاجئين، وعندما يسقط مبدأ الدولتين، وعندما تسقط حدود 67، يبقى الآن الشق الآخر وهو الشق الاقتصادي. وبالتالي الهدف الأمريكي من ورشة عمل المنامة هو استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ المال مقابل السلام. يريدون أن يقولوا أنه آن الأوان لطرح مشاريع كهرباء، مياه، مجاري، طرق، مستشفيات، ولكن بالارتباط مع المستوطنات على أساس أنه يجب أن يكون هناك تعايش، أي سيكون هناك حقوق للشعب، لا يسمون شعب أصلا، لا يعترفوا بنا كشعب، للفلسطينيين الحقوق تحددها سلطة الاحتلال، يحق لنا التعليم ولكن ضمن مناهج تقرر لنا، يعني قد يكون ممنوع أن نعرض خارطة فلسطين، نحن كدولة فلسطين، كمنظمة تحرير فلسطينية، كما أعلنها سيادة الرئيس محمود عباس في القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، نرفض عقد هذه الورشة، نرفض حضور هذه الورشة، نعتقد أن مبادرة السلام العربية واضحة ومحددة، قرارات قمة الظهران، قمة القدس 2018 واضحة ومحددة، قرارات قمة تونس 2019 واضحة ومحددة، وعلى الجميع الالتزام بها، وهذا ما نريده من الجميع. هذه قضية فلسطينية بامتياز، وبالتالي يعني نحن حقيقة نستغرب يعني عندما يقول صاحب الشأن أنا لن أحضر، وهذه خطة تريد أن تدمر المشروع الوطني الفلسطيني. يعني أنا أدرك حجم الضغوط الأمريكية والمصالح وتوازن المصالح ونقائض المصالح وما إلى ذلك والتحديدات في المنطقة، ولكن إذا كانت العلاقات، نحن لم نعلن الحرب على أمريكا، أمريكا هي التي أعلنت الحرب بإدارة الرئيس ترامب على المشروع الوطني الفلسطيني، على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، على المسجد الأقصى، على كنيسة القيامة، على عروبة وطهارة هذه الأرض، وهي تحاول فقط أن تلغي كل ما قامت عليه الشرعية الدولية منذ عام 1948. تريد مرجعيات جديدة تحددها هي، تريد أن تعطي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الاستيطاني شرعية، وهذا لن يحدث، لن يخلق حق ولن ينشئ التزام. مرة أخرى نقول لكل من تلقى دعوة عربا وغير عرب، نحن لن نحضر، ونسأل سؤال كبير، لم نفوض أحد الحديث باسمنا. الذي تقوم به إدارة الرئيس ترامب هو مشروع مجلس الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنسق. مجلس المستوطنات الإسرائيلي لديه الآن مجموعة من قادة إدارة الرئيس ترامب، على رأسهم كوشنير، جيسن جرين بلات، فريدمان، مجموعة من المستوطنين يسعون ويقومون بكل ما لديهم حتى ينفذوا هذا المشروع الاستيطاني، هذا مشروع مجلس المستوطنات، هذا ازدهار للمستوطنين والمستوطنات،